أبو ظبي معروفة بجمالها، عشت سنوات طويلة في مدينة أبو ظبي، ولكن أغلب وقتي كان في الجزر وكان على الشواطئ، وكانت أجمل الأيام. اليوم نحن في رمحان، أفضل العقول اجتمعت عشان تكون أفضل منتجع سكني في العالم. والأجمل في هذا المشروع العظيم أن كل بيوتها على البحر. البحر والجزر هو أرقى وأعظم مكان للعيشة.